اقول لك في الميامي ها ان لا يدخل لا يدخل عندنا بصراحه صراحه، هذا اذكى بي لا حد ولا طلع ولا بيطلع من بطنه. اللي يعمل بالمشروع؟ اللي هذا الوادي هذا عدو؟ هذا عدو. الله الله والله لا شيء السوق القصية يوما ما حد بالجنة إذا بدخل شيء يتسوقوا من يقل الحديد فوق الشلم من هنا شلوة واحد شلك انت مر الوادي الحمد لله على السلامة. شلوا من هناك الى هنا وبعدين ايش وبعدين؟ طففت لك انا والله عاد الله تعالى نظر بدك ربنا في الشاش. لا اله الا الله. ثاني لا ثاني لا الله غبرك. الحمد لله على السلامة. الحمد لله لقيتك. الله الوادي ما يرحم شيء. ما هو لا قلت له انا حيفك يقول لك والله لست لا يسكت. الوادي لو تحالف تحالف نعم صحيح ما يرجع ورا ابدا الوادي هذا ما يرحم ان شاء الله ما بقول لك تدعوا لنا بنجاح المشروع ان شاء الله يا رب يا كريم ان شاء الله من فضله ان شاء الله انا نصرف يا الله يا الله يا الله واحد للوادي ها واحد رتب الله عندك فوق الحمار فوق الحمار ايه ايوه انا دوعت وراها لعمل قط حطب حطب ايوه بعد ما لحمت وتفت منك يقطع من هذا ها ميت ميت الله حول ولا قوة يدور له يدور له يبقى فوق الحمار والله يتواصل شل الشيخ ابا والله الحريم السيارات ومطفى شال الاطفال وحرق اطفال جو الناس السيبة السيبة والحسيبة حدث بالله ان ابو واحد اعمار وحي كذا ها حصل عليهم مطر دورنا لقيناه والله قدو ميت اقول لك حسبات واقول لك لا اله الا الله اسمعوا يا عالم اليوم 18 واحد 21 وهذه مقابلة مع هؤلاء الناس البسطاء الطيبين وقالوا من تبرع للطريق هنا الصدقة هنا الحسنة هنا الصدقة صحيح فعلا هذا الوادي ما يرحم أحد شل الأطفال شل النساء شل الرجال شل بوابير شل سيارات شل حريم بقر بقر كله يا رب يا رب يا كريم يا رب يا الله يسر اسمعوا يا بنت هاي سعيد يا بنت اخوان دابت السلام عليكم صبحك الله بالخير يا والد صباح النور والعافيه والسرور ممكن تعطينا اسمك لو سمحت اي راس غالب الهاملي الهاملي انت بنت الهاملي ايوه بارك الله بنت الهاملي اخي الكريم خبرنا عن وادي زبيد ماذا يعمل وادي زبيد عندما يعبر عندما يكون مليان وش السيارات وش الناس وش الجمال وش الجندعه هل شال الناس امامكم؟ والله يشال والله كله كله لا يرحم احد والله ما في حاجه الله سيارة قلابة كبار يشتروا بعد جندل ولا من الناس اللي يروحوا في ناس راحوا بالسيل؟ لا الله المستعان كم تقريبا يعني؟ كثير لا ابو كم كم؟ ما شلنا عندك كم؟ ما شاء الله كثير يعني شال بني ادم حريم وناس والله عادي والكل كبير هكذا مربك هذا لا اله الا الله طيب اخي الكريم ماذا نقول للتجار يساهموا بالمشروع؟ صدقة جارية هذا ليش صدقة هنا ايوه قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مالا من صدقة نعم صدقة رسول الله للجنة طريق امامك ها؟ انت تعرف الوادي؟ ها للجنة طريق للجنة للجنة طريق واحدة بلد الحين في لا إله إلا الله